السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم اخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير، وكل عام وانتم بالف خير وعيدكم مبارك، ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. قبل لا نبدا حلقه الليله يا جماعه، حابب اطلب منكم طلب صغير جدا جدا. ادعو لاهلنا في السودان انه ربي يصلح حالهم الى احسن حال ويصبرهم ان شاء الله، ويرحم الشهداء ويتقبلهم مع الصديقين والشهداء في جنات النعيم ان شاء الله، ويصبر اهله. الحاجه الثالثه يا جماعه، نرجع لحلقه الليله او موضوع حلقه الليله يا جماعه. طبعا يا جماعه كان في فعاليه كل جده بتنتظرها، وكلنا زعلنا لما كانت الفعاليه ضد من فعاليات موسم جده. كنا كل يوم بنسال يا جماعه متين الفعاليه دي هترجع مره ثانيه. طبعا يا جماعه اللي سمعناه الان انه الفعاليه دي رجعت مره ثانيه، وكل الناس متحمسين. تخيلوا يا جماعه، انا كنت في الفعاليه دي امبارح، الليله يا جماعه التذاكر سولد اوت. يعني شوفوا كميه الحماس رغم الاجواء يا جماعه. الاجواء صراحه كانت حر حر للامانه. المهم يا جماعه، رغم الاجواء دي وما شاء الله التذاكر سولد اوت. انا اشتريت طبعا تذكره من بدري، ان شاء الله الليله ماشي اوريكم كيف الاجواء هناك صراحه، حقت اول يوم ويوم الافتتاح والحماس حق الناس بعوده الفعاليه دي. عرفتوا انا بتكلم عن شنو؟ ايوه انا بتكلم يا جماعه عن السيتي ووك. طبعا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله اضافوا مناطق كمان جديده للسيتي ووك. من ضمن المناطق دي طبعا يا جماعه منطقه اللي هي موفي لاند، منطقه الكرنفال. منطقه الكرنفال دي بتنقسم لعده مناطق، من ضمنها في كواليس، ومن ضمنها بيت الرعب اللي هو موفي هاوس. طبعا الان بقى في بيتين رعب في السيتي ووك. في لو تتذكروا البيت الرعب الاول اللي هو النايت مير، وضافوا كمان اللي هو الموفي هاوس. بعد كده يا جماعه عندكم بيتين رعب تقدروا تقارنوا، يعني بيت رعب احسن من الثاني. صراحه السنه اللي فاتت النايت مير كان ماكل الجو صراحه، كل الناس كانت بتمشي للنايت مير. وفوق على كده يا جماعة الحاجة الحلوة اللي أضافوها، شفت جدة بيرة كانت في أبحر جابوها في السيتي ووك كلها بكل ألعابها، جاتكم كوبي بيست في السيتي ووك، لدرجة إنه الساقة الكبيرة دي قاعدة موجودة. بس للأسف يعني السنة دي أنا ما شفت المنطاد، ما عارف ودوه وين للأمانة. الحاجة الثالثة من المناطق برضو اللي هي أضافوها، أضافوا منطقة السيرك. حيكون في سيرك عالمي كمان في السيتي ووك جنب اللي هو المسرح العربي اللي هو كان بيتقام فيه المسارح. وطبعا يا جماعه البارحه الالعاب كانت مجانيه، بس انا حبيت يا جماعه اجرب الالعاب الخطره. جربت اربعه العاب، وكل الاربع العاب دي يا جماعه لازم تجربوها، كل لعبه احسن من الثانيه. ومن اصلا طبعا يا جماعه سعر الدخول 55 ريال. انا بقول لكم يا جماعه، يا تمشوا تبيعوا كليتكم، يا تمشوا تاخذوا قرض اذا دارين تلعبوا الالعاب دي كلها. بجد يا جماعه كل لعبه احلى من الثانيه يا جماعه، بجد بجد كل لعبه احلى من الثانيه، وكل لعبه بتخليكم تتحمس انكم تجربوا الالعاب اللي بعدها، خصوصا جده بير يا جماعه. انا بتذكر لما مشيت غطيت جده بير تقريبا صرفت قريب ال 400 ريال وما كان لعبت كل الالعاب للامانه. عندي طبعا التصوير ده حق السنه اللي فاتت، وانتم اكيد شفتوا الفيديوهات. السنه دي صراحه سيتي ووك وجده بير اعتقد يعني الرينج حق الصرفيات حيكون حقكم في 500 ريال للشخص الواحد صراحه. قايتل عنده سرد الله يكون في العون، امشي خذ لك قرض من الناس. انا بقول لك المهم يا جماعه، الفعاليات اللي انا جربتها، اول فعاليه دي بتوديك للفضاء، هم اصلا خدت لك ناس فضائيين وخدت لك حاجات كده غريبه اسمها ابولو 13. دي لازم يا جماعه تطلعوها، يعني بدون مبالغه اللعبه طولها يمكن 20 متر، تاخذ بيكم لفه كده، وفي نفس الوقت اثناء ما هي ماخذه لفه بتكون زي الشوايه بتلف بيكم. طبعا يا جماعه للاسف يعني ممنوع التصوير حتى للجوالات، المره دي بجد متشددين بزياده، يعني حتى تصوير الجوال ممنوع. وبعدها يا جماعه تتذكروا اللعبه اللي كانت في جده بير اللي هي بتلف بيكم، تطلع بيكم فوق، تاخذ بيكم لفه اللي هي اسمها اراوند وورلد، وكانت قريبه من البحر. الان طبعا جابوها خدتوها قريب من المسرح، بتشوف سيتي ووك كامله، وفي نفس الوقت كمان بتشوف طريق الملك. بس برضه للاسف التصوير ممنوع، لكن بوريكم انه انا لما جاي اركب الالعاب دي طبعا خليت الناس يصورونا. وحاولنا طبعا يا جماعه نشارك اللي هو في فعاليات كره السله، وحاولنا نشارك في الفعاليات حقت انك انت تاخذ ايفون في حال انك انت جبت ثلاث اصابات، بس للاسف كلها فشلت فيها عشان انا انسان رامي فاشل جدا جدا. اللعبه الثالثه طبعا اللي جربتها اللي هي الاير ماكس، دي برضو يا جماعه لازم تجربوها. اللعبه الرابعه يعني صراحه الناس اللي بتحب الطيران وبتحب اجواء الطيران والحاجات دي، اللعبه عباره عن كونتينر، بتدخل جوه الكونتينر ده عاملين مقصوره زي مقصوره الدرجه السياحيه، بتقعد وبتلبس سماعه.
السماعة دي يا جماعة بتكون فيها اللي هو الترحيب العادي حق الرحلات، طبعا الناس اللي سافرت بتكون عارفين، وإن شاء الله لو حتى أنتم ما سافرتوا وحابين تجربوا تجربة السفر تقدروا تجربوا تجربة السفر عندهم، زي كأنك مسافر وبدوكم التعليمات حق السفر وإفادات السفر، وفجأة الطيارة بتغلع. يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا بجد امبارح حسيت نفسي إنه أنا بجد قاعد في طيارة حقيقية، وفجأة الطيارة دي بتقع في بحر و غايته دراما كده، والنور بيطفي وبيجيك اصوات من كل الجهات، وواحد بيكلمك من اليمين وواحد بيكلمك من الشمال، وتخيلوا يا جماعه المكان كله مظلم لدرجه ان انا بجد بتلفت، يا جماعه ده شنو ده من اللي بيتكلم معي ده، وبيجيك اصوات من ورا اصوات الشفع. طبعا يا جماعه ناس كثيرين بتضايقوا من اصوات الاطفال لما يكونوا هم مسافرين، انتم من الناس ولا ما من الناس اللي هم بيتضايقوا لما يكون جنبكم في اطفال؟ الاطفال بيقعدوا يبكوا في كل مكان وما عارف ايه، وطبعا الطيار بيكون بيتكلم مع المضيفه وبيقول لها خلاص احنا لا لا انتم لازم تجربوا الفعاليه ده، انا ما حابب احرق عليكم اكثر من كده. فعاليات صراحه حلوه جدا جدا، والحاجه الاحلى كمان يا جماعه اللي هي القريه اليابانيه، ما شاء الله المره دي احلى بكثير من المره اللي فاتت، لازم انتم تمشوا تشوفوها بنفسكم. بس يا اخي للاسف يا اخي الحاجة زعلتني يا أخي، قرية ناروتو صغروها، ما أعرف ليه صغروها، لكن صراحة إجمالا كده قرية الأنمي عندكم القرية اليابانية ما شاء الله تبارك الله، عن نفسي أنا بشوفها صراحة من أفضل تصاميم السيتي ووك. وفي مطعم إن شاء الله حغطيه في فيديو منفصل عن الفيديو ده، مطعم اللي هو طنط اسمه المطعم ده يا جماعة، المالك حقه أو الأونر حقه اللي هو أشرف عبد الباقي، ويقال انه حيكون يعني موجود ان شاء الله في الايام الجايه دي، بس بالضبط موجود 200 ما اعرف، بحاول اسال الناس الشغالين هناك في المطعم ان شاء الله ونحاول نقابله ونعمل معاه مقابله، وهل نشوف المطعم ده عنده هنا في روح في جده ولا بس هو مشارك ايام الفعاليه وخلاص. وطبعا يا جماعه هم بيقولوا انه الفعاليه طول السنه طول السنه، لكن انا على حد علمي انه حيكون لمده 45 يوم، لكن ما مشكله يا جماعه، يعني 45 يوم 60 يوم ما مشكلون، وتأكد حيسوي لنا تمديد لحد عيد الضحية وبعد عيد الضحية. في حاجة تانية يا جماعة حابب اقترحها، وما عارف انت انتم معي في الاقتراح ده او لا، رأيكم شنو يا جماعة لو ناس المسؤولين عن السيتي ووك، انه يا جماعة لو تبيعوا مثلا اسورة، الاسورة دي مثلا تكون بمبلغ مستقطع، نقول مثلا 200 ريال 300 ريال، بحيث انه انا العب كل الالعاب مرة واحدة، العب كل لعبة وخلاص انتهينا، وتكون مثلا الالعاب محددة، وبعد كده في العاب تكون بمبالغ تانية مبالغ اضافية، دي غايته من وجهة نظري. عشان يا جماعة شفت كل الفعاليات دي وشفت الصرفيات اللي فيها، وهو طبعا مجرد اختراع، لكن جو يا جماعة صراحة السيتي ووك السنة دي حيكون دمار 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 شامل، انصحكم كلكم تجوه جدة الرياض المدينة الطائف الخبر، صراحة تعالوا اذا ما جيتوا الفعالية دي نص عمركم ضايع. وبكده يا جماعة تكون خلصت تغطيتنا لليوم، أتمنى إنه التغطية تكون نالت إعجابكم، وأتمنى إنه الفيديو يكون نال إعجابكم، وأشوفكم في فيديوهات قادمة. وقبل لا أقول السلام عليكم ورحمة الله، طبعا حتزعلوني لأن أنت ما صورت في سيتي ووك، طبعا امبارح كان يوم الافتتاح كان ممنوع التصوير، بس أنا صورت وحبيت أنا أقول لكم الحدث قبل أي واحد وأشارككم الحدث، فعشان كده يعني ما صورته وما عملت مقدمة وكده، احتراما للشخص اللي دخلني الله يديه العافية ما قصر معايا أبدا. يلا ان شاء الله الجايات حصوريكم في السيتي ووك، وحصوريكم وانا بصور بنفسي وكل حاجه، عشان دي في النهايه امانه، وانا انسان احب اكون قد الامانه. يلا السلام عليكم، واشوفكم في تغطيات قادمه.